مين الاخ الفاضل المحترم الراجل الكبير اللي قاعد ده؟ يقولوا لي اصله كان تلميذ في المدرسه. يا جماعه تلميذ ايه ده؟ شنب واتقل من شنبي. وانا كنت بشيله. اه وهو بقول لك قدامه كان من سنتين ونص. عرفتيه وهو عنده سنتين ونص دخل المدرسه. والدته جابته واخوه واخته بعدين. العيله دي كلها جوه المدرسه. جابته بقى انا قلبي حبه. حبتيه بقى خلاص. بقينا يعني هو طفل بشيله. يعديه واجيبه واوديه وحبيته بقى يقعد معايا وهادي. يعني ما بيقول لي انا كنت طفل هادي. قلت له يا بختك والله ده انا كنت طفل شقي جدا. محمد احكي لي الحكايه دي بقى علشان دي حاجه لطيفه جدا. اولا يعني انا وانا بقول لك هو انت اتخرجت المدرسه امتى يا محمد؟ انا شايف راجل ما شاء الله ملو هدومه حاجه شنب يقف عليه الصقر. مدرسه ايه ده؟ انا اللي اخش المدرسه. انت اتعرفت على ام محمد من قبل ما انت تتعرف؟ يعني كنت لسه يا دوب بنقول كلمتين ونمشي يعني. سنتين ونص. ودلوقتي انت اتخرجت من الجامعه قلت لي كليه الحقوق. وبقى لك يجي سنه ونص متخرج. وبتشتغل دلوقتي محامي ولا ايه؟ لسه شويه. ان شاء الله جايه في السكه. قعدت سنين المدرسه كلها كل يوم الصبح لازم هتشوفه ام محمد الصبح. لو ما دخلتش يعني لو هي مش على البوابه اللي احنا بندخل منها ببقى داخل خايف عشان هي اللي بتطلعني الفصل. كنتش بقف في الطابور. فهي وكانت بتطلع تاخدني من الفصل وانا مروح عشان تسلمني لمامتي. وتعودت على كده لحد ثالثه ثانوي لازم كل يوم الصبح. ثالثه اعدادي. المدرسه لحد اعدادي بس ما فيهاش ثانوي. اوكي معلش عذرا على ضيق معلوماتي. السنين كلها ال 12 سنه بتوع المد اكتر من 12 سنه بقى خلاص ده هم السته وثلاثه ادي تسعه. ودخلت بقى انت كده ايه ده انت دخلت اصغر من اولى حضانه يا عم. ما هو اخويا كان في المدرسه قبلها فاكيد ماما كانت بتاخدني معاها المدرسه. فاول ما دخلت حضانه كانت انا بالنسبه لي هي امي. ما حاولتش تشارك في اقناعها بانه استريحي بقى؟ ما اللي يعني كانت ماما بتكلمها كتير والله لما كانت بتروح تاخد اخواتي الصغيرين بقى بعد ما انا طلعت. ومش عايزه تقتنع برضه هي عايزه المدرسه. ما اسمعش الكلام ابدا. ما تعبتيش طيب؟ لا ما تعبتيش. يديك الصحه. وما زال يعني انا بقول لك همشي من هنا مش هنام. الفجر جدا اصلي واعتمد على الله على المدرسه.